الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بيت العيله. في كل حلقه في برنامجنا بنستضيف اسره مصريه، بنتعرف على افرادها، بنقترب منهم، بنشاركهم احلامهم، بنعرف اللي بيواجههم من مشاكل مختلفه، تطلعاتهم ايه للمستقبل، افكارهم المختلفه وارائهم في مختلف القضايا العامه. المجال مفتوح، الحوار ممتد، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية. الأسرة اللي هنقدمها لكم النهاردة هي مثال للأسرة المصرية الكلاسيكية، بمعنى الأسرة المصرية اللي عندها استعداد تضحي بكل غالي علشان مستقبل ولادها، من أجل تعليم ولادها اللي هي شايفة إن فيه مستقبل للوطن. معانا أسرة الأستاذ محمد حسني عبد الفتاح، اسمحوا لي إن أنا أبدأ بتقديمه لكم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. معانا الزوجة والأم اللي جابت لنا الزهرتين، خالد وفريدة اللي معانا النهارده، معانا أسماء حامد، أهلا بيكي. أهلا بيكي. رب البيت. هنعرف الحكاية بقى لسه من أولها معاكي، بس بعد ما نقدم خالد أو وفريدة برضه، فريدة كبيرة متهيألي، مش كده؟ خالد وفريدة أهلا بيكم. أسرة الأستاذ محمد حسني عبد الفتاح، يعني عندي أسئلة كتير ليكم، بس بحب دايما أبدأ أول سؤال طريقة التعارف، تكوين الأسرة الجميلة اللي أنا شايفاها دي جه إزاي؟ والبداية كانت إزاي؟ يا كات تفضل أبدأ بيكي ولا زي ما تحب؟ لا ماشي فلاش. يا كانت طريقة تقليدية خالص، يعني هو عن طريق قرايب ولا أصحاب ولا؟ لا أصحاب. أصحاب؟ آه. شافوا ان انتوا ممكن تكونوا مناسبين لبعض، فعملوا قعده وعرفوكوا على بعض. صديقه اختي بتاع هي معرفته فهي اللي عملت التعارف ده. طب انت ما كانش عندك حلمك الخاص ان انت الجواز يكون بطريقه مختلفه، يكون بعد مثلا معرفه، اعجاب متبادل كده ولا؟ لا يعني بصراحه احنا كنا اسره محافظه جدا، فهي دوت يعني كان اقصى حاجه عندي، ما كانش فيه تطلعات تانيه يعني. مش عندك تطلعات؟ طيب لما قابلتيه بصراحه بقى، ولا مش عارفه بقى تكوني صريحه ولا لا، حسيتي ان هو فيه شويه من الصوره المرسومه؟ اكيد. ايه اكتر حاجه لفتت نظرك؟ ايوه طبعا اول ما شفته كله على بعضه عجبني بصراحه. كله على بعضه عجبك. طب بالنسبه بقى للاستاذ محمد حسني، ايوه كان التعارف برضو ان انت تتجوز بطريقه تقليديه، ده ملوش اعتراض عندك الطريقه نفسها؟ والله في الاول بحثت وبدور ولقيت الموضوع بالنسبه لي مش هو ده اللي انا في الاساس حسيت ان انا طبعي محتاج اسره من بيت طيب اعرفه، لكن فكره ان انا كنت اعرف من بره والكلام ده ما اقدرش انكر كان في محاولات، لكن هي في الاخر النصيب. ازاي بتيجي فتره كده انا عايز اتجوز والدتي، طب ايه رايك في كذا كده يعني. أيوة. لكن طبعا كحلم في الاول، لكن طبعا انا معتز بيها جدا. لكن كحلم في الاول انت كنت عايز اللقاء يجي بالصدفه؟ اعجاب كده الاول وبعدين وكان الواحد بيبحث عنه، ما اقدرش اقول لك لا. لكن كعادة الرجل الشرقي انه عنده احلام انه يحب ويعجب، لكن في نفس الوقت لما يجي الموضوع لجواز، قلت انت قلتها حضرتك قلتها دلوقتي، ان لا انت لقيت صعوبة لانك عايز البيت بالزبط. الطيب والاصل والاخلاق بالزبط. ففي الاخر بالزبط. ده اللي تغلب عليك. أيوة. خاصة ان الاستاذ محمد حسني من خلال حديثي معاه هو الشخصية التقليدية جدا والصورة كلاسيكية تماما للرجل الشرقي تمام. في افكاره تمام. بمعنى ان انت كنت عايز زوجة او انت ضد ان زوجتك تشتغل، ودي وقفة عايزة اقف عندها برضو كتير، عايزة افهم عقلية الرجل الشرقي في الموضوع ده. لا انا مش ضد عمل الزوجة، انا بتكلم تحت ظروف الوضع اللي احنا فيه والبلد والزحمة
والمشاكل والكلام ده كله. اذا كان زمان الزوجه لما يعني انا كان ليا ناس اعرفهم كتير بتشتغل وتروح شغلها بشكل حلو جدا وترجع، لكن دلوقتي البلد والمواصلات والزحمه والخنقه ما ينفعش. وبعد كده انا ضد اساسا الامر، لان انا كراجل شرعي انا المفروض متولي امرها قدام الله سبحانه وتعالى. ما هو مش معنى عملها ان انت متصرفش عليها وتبقى متولي مسؤوليتها. اصل هي ايه، انا بتجوز عشان يبقى عندي اولاد وعندي بيت، لان انا اتربيت كده، اتربيت طلعت لقيت والدتي ست بيت. وعلى فكره دور امي كان مش سهل ابدا، بالعكس يمكن كان اصعب بكتير جدا من والدي، اللي هو تربيه الابناء والوقوف جنبهم ورعايتهم. طبعا. فطبعا طب انت هتجيبي وقت منين؟ هتجيب. وبعد كده كان مصادفة كان في برضو اعرف ناس كانت برضو زوجة وبتشتغل، بيحصل انهيار في البيت، بيحصل مش ضروري يعني مش ضرورة برضو عشان ندافع لازم على الصورة الاخرى، ان بالعكس ده بيبقى اعباء يعني بتبقى ملقاة على عاتق المرأة وفي مسؤولية المرأة مضاعفة. بالظبط. وبتاخد اجازة في الاول لغاية لما الولاد بيقدروا يروح حضانة، يعني العملية لو فيها تفاهم بين الزوج والزوجة ممكن، يعني ممكن فيها تصرف. لكن بمعنى هنا انا المناقشه مش عشان بناقش استاذ محمد حسني بالتحديد، انا بناقش وجهه نظر يعني الرجل الشرعي عموما في موضوع عمل الزوجه. يعني لو كان ظهرت لك واحده فيها كل المواصفات الاخلاقيه اللي انت عايزها لكن عندها طموح ومتمسكه بالطموح، تمام، كان ممكن ده يكون سبب انك تقول لا على الارتباط بيها؟ وحصل. انا زي ما قلت العقليه الرجل الشرقي التقليديه الكلاسيكيه يعني هو ايه، هو الاتفاق في الاول بيبقى بيريح. انا ضد شغل المراه، ليه مش عارف، بس انا يعني انا اتربيت كده. بيحس ان هو بيهددك طموح المرأة؟ لا مش بيحسسك بعدم الأمان، بيهددك. أنا بحاول أوصل لنفسية، يعني نفسية الرجل لما بيفكر بالطريقة دي، هل بتحس فيه تهديد ليك، في غيرة، نوع من أنواع الغيرة عليها؟ لا أنا بحترم الست جدا، وأمي بالنسبة لي شيء جامد جدا، فأنا حاسس إن الست ده شيء عارفة. أنا بشتغل في الـ في الـ في الـ في التحف والأنتيك، حاسس مش هقول تحفة بس حاسس الست لازم تقدر، لازم اصونها، لازم احافظ عليها. مش اهانه للست ابدا، بالعكس، ان انا اخليها تقعد في البيت واحاول اوفر لها كل سبل الراحه، وبعد كده هي مسؤوليتها اكبر، هي مسؤوليتها اكبر مني. على فكره الفلوس اسهل من تربيه الاولاد. ايوه، يعني تربيه الاولاد والنشأ وان انا نفسي الاقي اولادي حاجه، ده من الام. أيوه. طب هتيجي ازاي؟ ما وقتها كله ضايع في شغلها. انت كنت عايز، انت بتردد كتير والدتي، انت كنت عايز صوره ثانيه عصريه شويه متطوره شويه من صوره مامتك الام. مش كده بس، هو طبعا الواحد يعني انا منتمي لاهلي لاسرتي اساسا، وشفت والدتي عملت ايه ووالدي عمل ايه، فسبحان يعني هي كده لما عليك تتربي على حاجه. لكن انا مش ضد عمل المراه، لا خالص. لا، واحيانا ممكن نقول في حاله الاستاذ محمد حسني، وهو مثال زي ما قلت الرجل الشرقي عموما والمصري، ان يعني ان هو يقلد الصوره اللي اتربى عليها وصوره الام. الاب بيبقى ليه تاثير قوي جدا. في حاله الاستاذ محمد حسني الاب كان له تاثيره القوي عليك، ده اللي فهمته منك. فانت مش عايز تبعد عن الصوره دي. مش ابعد، انا 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 يعني زهولي خلاص تقمصت حياته وشخصيته، وبقت انا كده، بقت يعني انا محمد بقت كده. ما هي على حسب النشأة بقى. أيوة. انا اتنشأت لقيت مش والدي السيد ولا حاجة، بس لقيته راجل في شغله، والدتي في البيت بتربينا كده. فانا حابب اسماء، انا عايز اسمع صوت اسماء ورأيها. انت اللي تحددي بقى هو السيد ولا لا. هو انت بتحسي ان هو السيد العصري شوية ولا؟ ايوه هو السيد. ايوه قولي. بس هو بيخاف عليا جدا بصراحة. وده حب وبيديني كل حاجة ليه انا برضو ما اكونش مطيعة ليه. ايوه، بس انت ما كانش عندك حلمك الخاص، ها؟ ان انت احنا الاثنين احلامنا مرتبطة ببعض. انا بتكلم على فترة قبل الارتباط، ما كانش فيه الحلم اللي انت حاسة دلوقتي ان انا يعني يمكن بقولي عليا، ممكن تكون ببالغ يعني، انا كنت بتمنى حد زي محمد.
طب خلاص مفيش كلام بقى تاني، مفيش كلام تاني يتقال يعني. تأثير أكتر حاجة تأثرت فيها بالوالد، يعني دايما في مجتمعاتنا تأثير الأم أو الولد ما نقدرش إن احنا، أو تأثير الأب ما نقدرش إن احنا ننكره. طيب. اللي عارفه إن أنت كان بالنسبة لك قدوة في حاجات كتير. بتحاول تكون كده مع خالد برضو، إن أنت يعني هتتدخل في اختياراته في المستقبل، يشتغل ايه يبقى ايه؟ لا انا مش هتدخل في اختياراته، لا انا هسيب له المجال، بس لا في الاخر انا بدي له رايي، لكن هو في الاخر اشوف ميولهم ايه، عايزين ايه، زي ما والدي عمل معانا بالظبط. انا هعمل، والدي ما كانش مثلا لا انا عايزك تبقى كذا ولا لا لا خالص، بس كان اساسي ان انتوا تتوارثوا مجال الانتيكات ومجال تصنيع الموبيليا، فاكيد انت تتمنى ان خالد يمشي على نفس المنوال ويتوارث عملكو. لا مش عايز اطلع، لا لانها مهنه صعبه جدا. مهنه احنا يعني انا اتعلمت من والدي الاتقان في العمل، وللاسف في الوقت اللي احنا فيه ده ما بقاش فيه اتقان في عمل. يعني والدي كان يعني سوري لو 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 حاجه فيها خدشه وده حصل قدام عيني. احنا بنتكلم دلوقتي عشان بس المشاهدين يبقوا معانا عن تصنيع الموبيليا والانتيكات وهم في المجال ده بيعملوا منذ سنوات، وبالتحديد في وسط البلد العتيقه الجميله اللي هي مشهوره قوي بمحلات زي دي. أيوه. فانت شايف ان كان في فرق في الحرفي زمان عن دلوقتي؟ فرق جدا. طبعا العامل زمان غير دلوقتي خالص. العامل كان ليه يعني كان ليه ابداع في الشغل، النهارده ما بقاش فيه ابداع. يعني في يعني كل الشغل دلوقتي الجاهز والشغل بالمكن غطى على شغل الهاند ميد، الشغل اللي كانت بتتعمل بالايد وتتعمل صح والخامه صح. النهارده لا، النهارده شكل، كل الموبيليا اللي حضرتك بتشوفيها شكل ومكن، مفيش هاند ميد. ده لا حاجه نادره، الشغل اليدوي في الموبيليا احنا ما بقيناش نشوفه كتير يعني. بالظبط. هي ده هو ده اللي انا اتعلمته، اللي هو اتقان الشغل، رغم ان الشغل بياخد وقت طويل جدا، والحرف اللي بيشتغل في الكلام ده بقى نادر. أيوة. يعني النهارده ليه؟ لان ما بقاش فيه بقى خلاص زمن الاتقان، العمل راح، حتى في مهن كتير انقرضت. يعني شغل الارابيسك القديم فين شغل خان الخليل القديم؟ يمكن مع ما فيش الطلب الكافي عليه علشان يبقى. لا هي زوايا الشباب اختلفت، زوايا الشباب اختلفت، كله دلوقتي بقى مايل لشغل المودرن، واخد بالك؟ لكن الشغل القديم والستيل بشكل عام هيحافظ على حتى على مدار 100 سنه كمان، رغم ان هو نام شويه لكن هيرجع تاني. هي انت الناس بتحب تجرب وبتشوف وبعد كده بترجع تاني. ايوه. بتبعد شويه وتبعد تاني. انت بتعمل ايضا في مجال الانتيكات. انا عايزه اعرف منك يعني ايه انتيك الاول؟ انتيك بمعنى قطعه نادره بيرجع تاريخها لزمن قديم، ولا انتيك بمعنى ايه يعني؟ طبعا هي انتيك مربوطه بان ده يعني حاجه قديمه ونادره. يعني اساسا زمان كان الحاجه لما بتتصنع حاجه واحده بس، فكل لما الحاجه تبقى حاجه واحده بس بتبقى بتدي نفسها سعر، غير اساسا الناس بتوع زمان كانوا متقنين جدا في حرفتهم. وبعد كده زي بيقول لك ايه، في ناس من فرنسا مثلا يقول لك دي سينيه، يعني ممضيه. أيوة. الحاجات دي بتبقى ماركة او براند. بالظبط كده. يعني ممكن تلاقي مثلا طرابيزة بتخش في مزاد توصل لربع مليون جنيه، تجيلك هلع ليه الاسعار دي؟ بس هل احنا لسه عندنا يعني زمان البشوات كنت بيتباهوا بينهم من بعض. بالظبط. زمان العائلات ان انا عندي اللوحه دي. أيوة. انا عندي الانتيك ده في قطعه الاساس، انا عندي. دلوقتي بقت نوع من انواع الرفاهيه اللي هو الانتيك للفرجه جداً. بس الانتيك للفرجه للتباهي. يعني حتى كان زمان محصول شغل الانتيكات بالنسبه يعني في ايام الثلاثينات البشوات وكده، الممثلين المشهورين. النهارده النهارده رجال الاعمال والنهارده الممثلين والفنانين لسه في اقبال؟ لا مش زي الاول طبعا. يعني كان مثلا الله يرحمه محرم فؤاد كان مهووس، والله يرحمها هند رستم مهووسه بالانتيكات والتحف والحاجات دي. كانوا زباينك؟ لا مش انا، عشان بحكم ان انا جوه المهنه وبحكم والدي فتعامل مع الناس دي طبعا.
كان بيتعامل مع فنانين طبعا. اكتر الفنانين انت بتقول محرم فؤاد وهند رستم. ايوه وفي ناس تانية كتير يعني. يعني برضو الاستاذ عادل امام كان غاوي انتيكات وتحف. أيوة. يعني وميرفت امين في اكتر واكتر يعني هم غاويين وبيحبوا يحطوها لايه للشياكه. احنا بنستخدمها لقيمه قيمه يعني كل ما تجيبي حاجه انتيك اساسا ما تقلقيش من بيعها ولا تقلقي لان كل يوم بيعدي عليها يمكن احسن من الذهب وتمنها بيغلى يعني زي الذهب زي ما زي التشبيه اللي بتقوله حضرتك بالظبط كده. يعني فما تقلقش مهما كانت عندك انت خالص. عارف ان ليها سوقها ليها بالظبط خالص ده عالم تاني طبعا عالم تاني وسط البلد بمحلات الانتيكات يعني مشهوره وسط البلد طبعا. بس حتى وسط البلد طعمها وريحتها ما بقولش زي زمان مش كده؟ انتوا بقالكم سنوات في وسط البلد اختلفت برضه والناس اللي بتتردد على وسط البلد واماكن وسط البلد والله كل حاجه اتغيرت يعني انت اولا الزحمه والخنقه والمواصلات وحاجات كتير يعني تعالي مثلا من الثمانينات او السبعينات اما كان الواحد بيتمشى في وسط البلد يا سلام كان على البيوت القديمه والبلجيكيه والنظافه النهارده تعالي اتفرجي اتبهدلت كل حاجه باظت. كنا بنتقارن باجمل مدن بالزبط. العالم دلوقتي كان في لسه لقريب الباعه الجائلين اللي اكيد انت قسيت كتير طبعا. جدا من تواجدهم وانتشارهم في الشوارع يعني طبعا. في الفتره اللي فاتت دي قريبا كان في فوضى وما زال في فوضى. انا كنت عايز اسال خالد رايه في الكلام ده ايه عشان خالد وفريده لازم يبقوا معانا في الحوار ده وانت بتسمع بابا بيتكلم عن الموبيليا والانتيكات بحب بيتكلم بحب جامد جدا وحاسس ان هو دي حاجه هو توارثها عن والده وهو بيكمل المشوار تحس ان انت ممكن انت كمان تكمل ولا بتحس ان احلامك بعيده عايز تبقى حاجه تانية وتخصص مجال تاني؟ اكمل عايز تكمل؟ ده حقيقي؟ بس انت قلت لي على فكره حاجه تانية قبل التسجيل انت قلت لي انا عايز ابقى دكتور ولا كنت بتقول لي كده بقى؟ انت عايز مين فيهم بقى؟ تكمل ولا تبقى دكتور؟ لا اقول لك هو حابب انا بحب جدا الديكور في بحب احط البرواز وبهتم وعفش كله حاجه صغيره جدا بحب الحاجات الضخمه فهو طالع زيي يعني يحب يرص ويحب يجيب دي ويشوف الالوان ودي جايه على كده فهو حابب الذوق يعني ايه الذوق بشكل عام هو حابه بغض النظر عن فريده لا فريده لا مالهاش فريده مالهاش فريده بعيده خالص عن المجال ده فريده عايزه تبقى ايه بقى حلمها ايه انا عايزه اكون دكتوره دكتوره برافو عليكي بس انت عارفه الدكتوره دي يعني لازم تكوني بتحبيها قوي لانها فيها مذاكره وفيها دراسه مش بس على قد سنين الجامعه سبعه ولا لازم بعد كده الدكتور يبقى واخد دراسات عليا ماجستير ودكتوراه لازم يفضل يدرس على طول يعني عشان يبقى ملم بكل ما هو جديد انت عارفه كده طبعا برافو عليكي نقول ان تعبك في الاخر بتحسي ان لا يعني انا لما قدمتكم في الاول قلت مثال للاسره المصريه الكلاسيكيه اللي بتحط كل استثمارها في ولادها كل احلامها في ولادها والتعليم عندها مهم جدا ده انا ما بلغتش لما قلت كده هقول لحضرتك هو مش احنا بس هي كل اسره مصريه يعني تتمنى ان ولادها احسن حاجه في الدنيا وكل ام بتحاول ان هي يعني تعمل كل اللي بوسعها ان هي عشان يطلعوا ان هم كويسين بس يا ريت هم يقدروا في الاخر ان شاء الله يقدروا ان شاء الله باين عليهم ان شاء الله هيطلعوا يقدروا دايما بسال برضو عندي سؤال وهنا السؤال بقى ان انت بتتعاملي هنا مع شخصيه واضح ان هي شخصيه يعني سيستايت شويه فالتعامل بقى ازاي يعني اكيد محطات كتيرة عديتوا عليها في سنين جوازكم كان في بعضها محطات صعبة ومشاكل النصيحة اللي تقوليها اللي بيتجوزوا جديد التعامل يبقى ازاي عشان يعدوا يعدوا خصوصا بيقال ان السنين الاولى في الجواز عشان لسه اقول لحضرتك اول سنتين دول صعبة جدا على الاثنين مش على الزوجة وبس الاثنين ما بيبقوش قادرين برضو يتفاهموا مع بعضهم بس لو هم يعني ما دخلوش للأم دي ولا الأم دي للأهالي بمعنى أصح يعني وخلوهم لوحديهم هيعدوا يعني أنا اللي فهمته برضو من الأستاذ محمد حسني حضرتك بتبقى معانا في الحوار ده أيوه. إن أنت ضد العلاقات الكتير أيوه. ودي صورة أخرى من صورة الرجل الشرقي برضو المعروفة إنه بيحب إنه يبقى قافل على أهل بيته أنت قلت لي أنا
ضد علاقات مع الجيران، ضد الانفتاح على علاقات كتير. ايه وجهة نظرك في دي؟ والله هي طبيعتي كده اساسا، يعني انا دايما حتى في بيت والدي كنا قاعدين عارفين الجيران كلها وكل حاجه، لكن ما بنحاولش نخش في مشاكل بعض. يعني انا عندي مشكله زي بعض الناس ما بشوف ده بيخش وده بيخش وبعد كده في الاخر ممكن الموضوع يبوظ. لكن انا مثلا لو افترض ان في مشكله بيني وبينها مثلا او حاجه، ما بحبش ادخل حد. انت شايف ان بعدم تدخل الاخرين حتى لو كانوا من الاهل المشكله ممكن انها تحجم بتكبر لا لو ما تدخلش حد. لكن هي على هذه الحدود، هي جيراننا برضو كده، هي مجرد بحترمهم جدا، صباح الخير وصباح النور وكده، لكن كان انا اخش في زي ما الواحد بيلاحظ ده يخش بيت ده وده بيت ده، كان زمان حلو قوي، النهارده لا، النهارده الوضع اختلف، كل واحد النهارده بقى مشاكله وحجم مشاكله كتير وغير ده. انا يمكن مثلا اخويا ما بشوفوش غير كل اسبوع 10 ايام الا بس سؤال التليفون. بس برضو بيقال دايما ان مهم للعلاقات الزوجيه عموما ان يكون فيها تجديد وتغيير وحياه اجتماعيه في حدود المعقول، بتبقى بتضيف يعني. طبعا بعرفش، يمكن انا بحكم ان انا طبعا هي بتبقى موجوده في البيت وانا بنزل اشتغل، طبعا انت عارفه الواحد بينزل من الصبح لغايه بيجي بالليل، ما بقاش فيه الوقت الكافي ان الواحد يعني عارفه يبقى ملم حتى بالناس اللي ساكنه معاه. يعني انا في ناس ما اعرفهاش وده بال حضرتك، ما اعرفش مش عارف، هي بتيجي كده، لكن ما يمنعش اذا كان في علاقات مع جيران ولا حاجه ممكن، بس انا بخليها في اضيق الحدود. ايوه وده بال حضرتك. الصوره الاخرى برضو من الاستاذ محمد حسني انه رغم انه يبان كلاسيكي جدا لكن عنده هوايات، يعني بيحب يغني وقدم في مسابقه فعلا للغنى ونجح، لكن شخصيتك هي اللي منعتك انك تستمر في المجال ده. بالظبط برضه شخصيتك هي اللي كانت عائق. ليه؟ ما اعرفش، حسيت انه جو مش بتاعي. يعني انا يعني اتربيت ان انا محافظ على قيم معينه وحياه ماشي بيها والحمد لله الواحد بيراعي ربنا. طب انا عايزه ابين التناقضات في شخصيه الرجل الشرقي، يعني هو محافظ جدا لكن بيغني وعنده هوايات كتيره هنناقشها دلوقتي وهنقولها لحضراتكم. انا عايزه بقى التناقض ده يبان وتمسك المايك وتعتبرنا احنا لجنه تانية واختبار تاني بقى وتسمعنا حاجه بقى انت تختارها. انا عارفه ان انت بتحب سيد درويش وبتحب ام كلثوم هو الاغاني الكلاسيكيه بشكل عام يعني هو القديم كله بشكل عام يعني بس امسك المايك بقى وسمعنا. حلو التناقضات في الشخصية دي بالعكس. بس أنا طبعا ده كان الكلام ده كان زمان يعني احنا عارفينك مش محترف يعني. والله عارفين ان انت يعني. مش مغني محترف لا. بس بيقعد يدندن في البيت كده وحقيقي. طب سمعنا كأنك بتدندن عادي مع أسماء يعني. أنا ممكن أنسى الكلام على فكرة مش مشكلة. هنفكرك أغنية أغنية لعبد الوهاب بس حاجة صغيرة لأن أنا حاسس إنها موافقين. موافقين. كل ده كان ليه لما شفت عيني حني قلبي ليك وانشغلت علي حني قلبي لي وانشغلت علي كل ده كان لي بس كده احنا لسه هنبدا ننسجم يعني. لا يعني مش لا بس حلو ان الواحد يكون عنده هوايات. يعني انا اعرف كمان ان انت بتحب ترسم حلو قوي. ايوه ومين ورث؟ في حد ورث الرسم؟ هما الاثنين. هما الاثنين. طب ده ممكن بقى فنون تطبيقيه، فنون جميله، ممكن بقى تخصصات كتير يعني لما تكبروا. بتحب ترسم، بتحب الديكور. بحب العب شطرنج. بتلعب شطرنج ده كويس. بخش مسابقات شطرنج على فكره بيسيب اثر كده في الشخصيه طبعا يعني. طبعا ده يعني اكتر حاجه اثرت في شخصيتك مش الشطرنج ايه؟ الصبر. الصبر وان انا ما اخدش القرار بسرعه، لازم اخد الموضوع بالراحه وبعد كده. من مميزات الشطرنج كمان ان هو بيزود عندك التركيز او الذاكره نفسها،
يعني وعلى فكره الشطرنج كويس جدا للكبار يمكن احسن من الصغيرين. يعني في دراسه اثبتت ان الشطرنج بتزود نسبه الذكاء حوالي 17% او 18%. وبتاخر امراض زي الزهايمر كده. وامراض كتير يعني. كتير جدا يعني. ولما علمته لخالد الشطرنج؟ والله انا او فريده يعني مش هو هما الاثنين بصراحه. بس للاسف من كتر انشغالي بره مش مركز معاه. لكن في بعض الاحيان عندي شطرنج في البيت وبنقعد وبتاع، بس مش على طول. أيوة. ليه؟ نتيجه برضو وقت انت عارف حضرتك برضو الحياه بقت شغله الواحد وكده يعني. بس انت مش معايا ان الحياه بقت بتشغلنا قوي وبقى فيها كم ضغوط، لكن علشان نقدر نستمر لازم المواهب دي نلجا لها كل شويه نفكر نفسنا بيها. أيوة. هي دي اللي بتساعدنا على الاستمرار. يعني انا لو ما لعبتش مثلا مره على الاقل كل اسبوع ابقى نفسيا تعبان جدا. ايوه. يعني وبتلعب مع اصدقاء عادي كده؟ مش ما حاولتش ان هو يبقى احتراف في يوم من الايام؟ والله هي انا كنت هحترف، لكن هي اساسا المشكله لعبه الشطرنج في مصر بشكل عام مهضومه اساسا، ملهاش وضع ولا ليها كيان. فانا جيت سرحت يعني، لقيت مش هيبقى يعني لدرجه انك تخش حتى تبقى محترفه مش هتوصلي لحاجه. بدأ تاريخك مع الشطرنج امتى؟ يعني اول اهتماماتك كان برضو تأثير الوالد ولا؟ لا ده كان من عمي الله يرحمه. أيوة. هو اللي حببني في الشطرنج، لان هو كان ضابط جيش وكان حابب لعبة الشطرنج وبدأ يعلمني، واول خطة نابليون فبدأت ان انا حبيت الموضوع الشطرنج. حبيته جدا يعني. اكيد زي اي اسرة مصرية بتنشغل بالشأن العام ليها آرائها. دلوقتي احنا اختلفنا بعد ثورتين، احنا بقينا متفاعلين جدا مع كل القضايا. شايف ايه ايجابي بيطمنك على مستقبل خالد وفريده وقلقان من ايه؟ يعني شايف الدنيا ازاي؟ احنا دايما لما بنقدم الاسر اللي هنلتقي بيها بنقول هنناقش معاهم احلامهم ونشوف ايه اللي بيؤرقهم يعني. والله شوفي حضرتك، انا يعني يمكن قبل الثوره كان عندي طموحات كبيره جدا، وكانت الناس حتى طبيعه الناس كانت ما اعرفش ايه اللي حصل. يعني في خلال 3 4 سنين دي حسيت الناس اتغيرت 24 درجه، يمكن مع اقرب الناس. ما اعرفش ايه اللي حصل، مش يعني الناس ما بقتش يعني. علاقات عندك اتغيرت كتير جدا، اتأثرت جدا. لا يعني النهارده حتى لو تشوفي حضرتك في الشارع، حتى وحضرتك ماشيه، الناس ما بقتش طايقه بعض، الناس على الاقل حاجه بيتخانقوا مع بعض. الصوره حتى يعني مثلا كان في حوار من يومين ثلاثه على موضوع قناه السويس، في ناس مش فاهمه يعني ايه قناه السويس، مش فاهمه اللي اتحصل ده. هم مش فاهمين اساسا قناه السويس دي هتعمل ايه لمصر. مش هتكلم دلوقتي، لا احنا بنتكلم على مدار 5 10 سنين. أيه. مشكلتنا ما بنبصش لو اتعمل مشروعات في محور القناه، لو جذبنا فعلا الشركات العالميه، اتعملت مشروعات لوجستيه على مستوى ضخم. ده يعني في اصلاح للسفن، في تبادل اقتصادي. النهارده حضرتك في كام سفينه بتعدي حاليا؟ في حدود 49 مثلا سفينه. أيه. بعد 5 6 سنين هتلاقي دخلوا في وبتعدي في قد ايه، والوقت بالزبط. اختصر قد ايه يعني في لا لا الموضوع مهم جدا. طب ده عدم وعي من الناس خالص، يعني مشكله يعني الوعي بالظبط. يعني النهارده حتى الشغل، هو ليه النهارده في يعني نقطه عدم ضمير في ان انا عايز اكسب النهارده وما ادورش على بكره؟ يعني اضرب واجري، مش بربي زبون. هو الاتقان حتى يعني. ما معنى الاتقان؟ ان انا ببص لقدام لسمعتي وده بالك لاسمي. النهارده لا، انا عايز اعمل شغل اي كلام وخلاص. هي مبدا اكسب، احاول اكسب منك على قد ما اقدر. يعني انت شايف ان الشخصيه المصريه اتغيرت ولا احنا اتصدمنا بحقيقه الشخصيه المصريه بعد الثوره؟ ما كناش يعني واخدين بالنا. لا انا صدمت، انا عن نفسي انا صدمت. يعني حسيت ان بكون حصل اختلاف رهيب 24 درجه بين الناس وبين بعضها، وحتى البرامج التلفزيونيه اتغيرت، الاعلام عموما كله اتغير. بقى كله زي ما اكون عارف يعني ما حدش عاجبه حاجه، كله حاجه عايز يعني انا شايف على رايي الشخصي من ساعه الرئيس السيسي ما مسك البلد ماشي بمعدلات
يعني كويسه جدا بالنسبه للظروف اللي هي شايفه ان في مجهود مبذول. بلد خربانه، راجل بادي يعني واحده واحده. طيب خلي عندك نقطه الامل. احنا المشكله ما بقاش في امل، احنا باصين النهارده وخلاص وبكره زي بالظبط. ايه عايشين مبدا ايه؟ اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، اللي هو ايه؟ اصرف النهارده ما بنبصش لبكره خالص. ومش بنبص برضو، مشكلة عندنا كشعب ان احنا مش بنحاول نبذل احنا مجهود ونشوف احنا ممكن نقدم ايه ونعمل ايه ونشتغل ونتعب. احنا دايما بنطالب اكتر يعني. بالظبط زي الجيل النهارده. انا النهارده الاسرة المصرية اساسا يعني يمكن ناس اعرفهم شخصيا ما بقاش يكلموا بعض، التابلت اللي ماسكينه ولا الموبايل هو اكتر حاجة في حياتهم النهارده. يعني حتى مفيش الحوار، مفيش. انت مش بتعمل كده انت واسماء والولاد؟ لا خالص، مش جايب لهم موبايلات؟ لا 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 خالص، والله العظيم ما بهرج خالص. يعني في واحد ما بيطلعش غير في الاسبوع مره لمجرد كده، لكن الموضوع انا مستفز. يعني انا يعني من ناس يمكن عندها 6 7 سنين معاها تابلت معاها كل بتاع. يا ريت حتى انت مش بتستخدم فيسبوك؟ مش بتستخدم موبايل اسماء؟ لا بصي انا الموبايل بالنسبه لي عباره عن ايه؟ ان انا اخد المكالمه واتصل بيها او في علاقات شغل طبعا، لكن هم بيستخدموا كله جيمز وكله لعب وكله شات وكله مش عارف ايه. لا في حاجه، في حاجات مهدره لا للوقت. خالص مش حاجات مفيده يعني خالص. والاسره بتدور على انها تجيب لابنها تابلت عشان فلان جاب. طب ما ده كله ده تدمر. عشان كده انا نظرة المستقبل حضرتك بتتكلمي عليها، انا خايف منها جدا. مطمن على فريده وخالد ان المستقبل، ولا شايف ان ايامهم هتبقى صعبه شويه وفيها مشاكل؟ والله انا ما اعرفش، طبعا كل شيء بيد ربنا سبحانه وتعالى. نعم، لكن انا اتمنى ان طبعا تكون ايامهم احسن من الايام اللي احنا عايشين فيها دي، او من ايام انا دي على الاقل. لكن ما اعرفش، انا عن نفسي مش بكره قوي دي انا مش ما اعرفهاش. لكن طبعا بتمنى، انا شايف الخطوات اللي ماشيه في البلد ان شاء الله هتبقى كويسه والدنيا هتمشي، بس الناس تصبر شويه. تصبر شويه ليه؟ لان ما فيش حاجه بتيجي في يوم وليله. يعني انت نفسك اكيد شغلك الخاص اتاثر برضو زي ناس كتير بتشتكي وشغلها اتاثر طبعا. بس انت شايف انها مرحله مؤقته وان شاء الله ان احنا هنعديها ان شاء الله باذن الله. في يعني في تفاؤل ان شاء الله، وده اللي احنا فعلا بنطالب بيه الناس كلها، او على الاقل حضرتك عايزه من الناس. بالظبط، ان يبقى في نظره الاهل. تهدى شويه وتصبر شويه، واهم حاجه اتقان عملك. انا دي اللي انا بمسك فيها. انا حتى اقول لهم اتقان العمل، ما يعني ما تقضيش العمل وخلاص، لا لازم اتقنه. وهو ده بقى اللي مفرقني، او الزرعه اللي زرعها والدي فيا، اللي هي اتقان العمل. دي اكتر حاجه تاثرت بيها من والدك؟ العمل وحب العمل. بالظبط. بيصل الى حد الادمان ولا؟ والله يعني انا نقدر نقول ان هو مدمن عمل فعلا؟ بصراحه بيتقن عمله بطريقه صعبه جدا. مدمن عمل بمعنى معظم وقته وتفكيره عمل، وعنده شغل اهم حاجه، اهم من الفلوس. مش مهم الفلوس. يعني الشغل اهم من الفلوس. شغلك هوايتك. ودي نادرا ما بتتوفر لحد. بالزبط. انت شغلك حبه فعلا. ايوه. فهي يعني اقصد اقول لحضرتك ايه، ربنا بس ييسر الامور والناس تبقى تهدى وكل واحد يشتغل وما ندورش على الفلوس اللي بسرعه. خد بالك واحده واحده. يعني والدي يقول لي ايه، كان يقول لك ايه، روح اتعلم حتى لو انت هتدفع فلوس. يعني الناس دلوقتي عايزه اشتغل اكسب. ايوه. لا والدي يقول لي روح، لو انت هتدفع فلوس ادفع فلوس، المهم في الاخر انت تتعلم. ودي كانت نصيحه انا ما لا انساها يعني. ايوه. ايه اكتر حاجه تانية تاثرت بيها من والدك غير حب العمل واتقان العمل؟ النظره المحافظه للاسره، تقديس الاسره، ده انا فهمته من بين السطور. انت ما قلتهوش يمكن بطريقه مباشره لكن مفهوم يعني. هو ليه طبعا ليه حاجات حلوه كتير، بس هي دي اللي انا يمكن عشت معاه فيها قوي، هي اتقانه في شغله واتقانه في عمله بالذات. وبعد كده وعدم استهتاره بالزبون. يعني الزبون اللي عنده ده زمان مقدس. كنا بنلاحظ ان العلاقه مش بين زبون وصاحب عمل او صاحب محل، او كان بتبقى متداخله فيها جانب من الانسانيه. بالزبط. عموما كان ده أيوة الطابع. أيوة. كان برضه شغلكم بيتميز بكده؟
طبعا في العلاقة الأسرية الاجتماعية، في العلاقة الإنسانية موجودة بينك وبين الزبون، خصوصا الزبون القديم اللي بقاله سنوات. طبعا يعني علاقة، وعلى فكرة علاقة ممتدة لغاية النهاردة. أيوة. يعني في ناس النهاردة ما بتجيش إلا على اسم بابا الله يرحمه. أيوة الله يرحمه. يعني إيه؟ أيوة. يعني في ناس مثلا كبار دلوقتي كبروا اليوم أولاد جايين برضو بسمعة والدي الله يرحمه وإتقانه في شغله. أيوة. يعني شوفي اللي عمله زمان ما زال موجود. عصرت والدك في شغلك كتير أكيد. في ذكريات تفتكرها، خصوصا إن أنت مريت بمراحل زمنية مختلفة. تمام. عصر مختلف عن عصر تماما. تمام. دلوقتي ايه اكتر حاجات اللي بتتذكرها من الذكريات، من المواقف في الشغل يعني؟ مواقف طريفة او مواقف بالعكس سابت اثر، عشان يعني انا في موقف دايما افتكره. يعني كان في حاجة كده خلصت شغل يعني وكويسة جدا يعني، وبعد كده يعني بيجس الحاجة كده والدي لقاها خشنة شوية، فراح مديها للعامل عشان يعملها تاني. العامل بدأ يخشنها اكتر، فراح واخدها كده قدام عيني وراح كسرها في الارض. ده بيعتبره تعديل في شغل كان المفروض من الاول ان هو يبقى متقن. بالزبط. محتاجش تعديل يعني. لا مش ولا طبعا. ايه وجهة النظر؟ هي الفكره ان حاجه طلعت بايظه، يعني انا عايز اوصل لك الفكره. ايوه. وممكن على فكره الزبون نفسه مش هيشوفها ولا هيعرفها. وهقول لك حاجه غريبه جدا، هي حاجه كانت في درج من ورا، طب هو الزبون مش هيفتح الدرج ده؟ هنا مساله ضمير بقى يعني. بالظبط. ده الموقف اللي لا انساه. ليه؟ أيوة. يعني حاجه متكلفه وحاجه معموله صح جدا، ومجرد غضبه ان هو مش راضي على الشغلانه، مجرد مش الزبون على فكره، الزبون مش هيشوفها. أيوة. ولا هيعرف العيب ده خالص. أيوة. راح واخدها كسرها. ده كانت في انتيك ولا في شغلنا؟ في الموبيل. لا تصنيع الموبيل. في تصنيع الموبيل. عشان محلي يقول ان انا عندي انتيكس بيرجع تاريخها وقطع نادره، بتحصل عليها منين؟ هل المزادات بس هي المصدر حالياً؟ لا من المزادات، لا كان من بيوت قديمه من زمان. يعني حضرتك مثلا موضوع الانتيكات ده مثلا من ايام البشوات زمان، وبعد كده بدات تنحصر من ايام بشوات لمحلات. وكان عدد المحلات زمان كانت مثلا الانتيكات ممكن داخله في 10 او 12 اللي هي صالات المزادات. النهارده انحصروا في 4 ولا 5، والنهارده مثلا نقول عندنا بتاع 600 خبير. يعني الشغلانه بدات برضو تنقرض. ايوه. وده بال حضرتك يعني مش زي زمان. وهي اكتر الناس اللي عندهاش بتحب شغل الانتيكات اللي هم النهارده في الوقت ده رجال الاعمال الفنانين. وبعد كده في ناس بتقتنيها للتوريث. أيوة. يعني انا اعرف ناس كانت بتشتريها للتوريث او كراس مال انت بتحتفظي عليه احسن من الفلوس. يعني توريث بمعنى ان هم كانهم سايبين تركه او سايبين لاولادهم. أيوة. يعني بالزبط حاجه كده. قيمه. ايوه بالظبط. ايوه. طيب زي ما سالنا بابا اكتر حاجه تاثر بيها من جده ايه، انا بسالك اكتر حاجه تاثرت بيها من بابا وماما ايه، عجبتك ونفسك مثلا تطلع زيهم فيها او عجباك عموما؟ طيب فريدة. الاخلاق طبعا اكيد. يعني اتقان العمل يعني كويس. حب الشغل. ومن ماما؟ ومن ماما برضه الاخلاق برضه. شايفه بقى وتقولي اهو باين اهو ان هم مقدرين وحاسين. كنا بنتكلم عن البرامج وبيبقى بالنسبه لست البيت التلفزيون عموما بيبقى محتل مساحه كبيره عندها. موقفك ايه من الاعلام عموما والبرامج وبالتاكيد حصل تغيير في ملامح البرامج الاعلاميه، الدراما التلفزيونيه عموما، موقفك ايه منها ورايك ايه؟ هو أنا ملاحظة الحاجات الهندية مسيطرة على مخ الشباب بطريقة صعبة جدا. بس ده كان في فترة من فترات الحاجات الدراما الهندية كانت مسيطرة أوي. مازال لحد دلوقتي الدراما دلوقتي الهندية. التركية كمان التركية فظيعة جدا. أيوة. ومسيطرة على المخ بطريقة حتى الكبار. بس احنا الواحد محجم برضه حكاية الأفلام والبتاع والمسلسلات. شوية
بالذات في الدراسة، يمكن أنا بشيل التلفزيون خالص في الدراسة. أيام الدراسة بتلغي فكرة التلفزيون تماما حتى في الأجازات، فهو بس بيبقى مسلسل واحد وباقي المفروض يبقى مذاكرة شو. وبتراقبي هم بيشوفوا ايه؟ اه بتراقبي النت كمان عندهم وفيسبوك والدخول على النت عموما؟ بصراحة مفيش نت، مفيش نت، مش راضيين ندخل النت لحد دلوقتي. أيوة. في كمبيوتر مدخل لهم اللي احنا عايزينه فيه. أيوة. لكن النت للاسف مفيش سيطرة خالص عليه. طب بالنسبة للبرامج بقى، عموما راضية عن اللي بتشوفيه يعني؟ بصراحة حتى برامج الأطفال أنا مش راضية عنها. في أمهات بياخدوا قرار متابعة ولادهم في المذاكرة لدرجة إن هم لو هم امتحنوا يعني هيجاوبوا على كل المواد وكل الأسئلة اللي بتتسأل. أنت أيوة. متابعاهم في المذاكرة؟ أيوه. إيدك بإيدهم ولا هو طبعاً في مدرسين بس طبعاً براجع، لازم برضو أراجع أشوف ده ذاكر ولا ما تذاكرش، إشراف يعني. بس هي إيه الحاجة اللي مقرقاني؟ إن هو حشو في المناهج على قلة فايدة، بيطلعوا من الامتحان يكبوا اللي هم حافظينه وخلاص ويحطوه في ورقة بحس ان هم ما بيستفيدوش حاجة. هم مجرد ان هم بيدخلوا ينقشوا كلمتين وخلاص. رأيك ايه في يعني اكيد لامس التعليم كأب عنده ولاد في مراحل دراسية مختلفة في اعدادي وفي ابتدائي؟ بالظبط. رأيك ايه ولو قعدت بينك ونفسك تحلم كده كأب؟ انا زي ما قلت في البداية ان انت ولادك هم استثمارك، حاطط فيهم كل جهدك ووقتك وامالك واحلامك. لو قاعد كده، لو انت مسؤول او قالوا لك اطلب من مسؤول انه يصدر قرار معين خاص بالتعليم، ولو عايز في مجال تاني اتفضل. طبعا لا، بالعكس، حضرتك بتتكلمي في موضوع مهم جدا، هو موضوع التعليم ده. لو على امنياتي الشخصية ان منظومة التعليم كلها تتغير ويبقى في اشراف من وزارة التربية والتعليم، ده بقى اللي بترجاه على المدرسين وهم بيشرحوا ازاي في الفصل وبيعاملوا الطلبة ازاي في الفصل ومدى احتكارهم بدروس الخصوصية، بيجبرك على انه بص يخش الفصل يقول لك انا مش هديك الا اذا كنت عندي واخد عندي درس خصوصي كده صراحة. خلاص بقت مفيش حتى خجل وبنداري على القصة شوية خالص. يعني وده حصل فعلا مع اولادي السنة اللي فاتت. وده بقى عليك، يعني مفيش ولا مسؤول يبص على المدرسين زي ما يكون مدرس محتكر الموضوع بقى بتاعه هو ده، غير المناهج اللي ملهاش اي لازمة اساسا، عمال اخلي طب انت عايز ايه من الاولاد او من التعليم؟ انت عايز ايه؟ انا عايز مثلا نفترض ان انا اشوف هوايه فلان ده ايه؟ هنفترض انك انت بتحب جدا العربي خلاص يبقى انا ادرس العربي وادرس المواد الخاصه. انت شايف ان يبقى تخصص تعمق شويه ونقف عند كل تمييز، ده قدراته ايه؟ هواياته ايه؟ علشان انا اهتم بيها وانميها عنده. صدقيني والله مفيش مواهب، اهتمام بالمواهب مثلا في المدرسه؟ لا خالص، كله مذاكره وحشو ومناهج تتحشي في دماغه. بالظبط كده. لا يعني انا نفسي في القرار بقى حضرتك اللي بتقولي عليه دوت، ان يبقى في انا مثلا بعمل حاجه اسمها قدرات واشوف الطالب ده امنيتي، ما اعرفش اذا كان ده طبعا هيتحقق ولا لا، قدرات مثلا بنتي كذا وكذا 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 وكذا، يبقى في مناهج خاصه بالعلم، في مناهج خاصه مثلا بالتربيه بالعربي مثلا او بالدين. صدقيني هتطلعي اجيال ملهاش حل في التخصص. ايوه. يعني مثلا واحد تخصص رياضه هيبقى ملوش حل في الرياضه، تخصص في اللغه، لكن انا ايه انا ادي في ثانويه عامه ولا مش عارف ايه، احياء وكيمياء ورياضه وفيزياء وانجليزي وعربي، وحجم المنهج وطريقه استيعاب المنهج، ان مطالب الطالب يحفظ كم حفظ زي حضرتك ما بتقولي مدام اسماء، انه حشو ومش بيستفيد الا بالقليل جدا في النهايه. بالزبط. فانت بتتمنى كل ده يتغير ونقف شويه عند كل طالب حسب قدراته ايه، حسب مواهبه ايه، ونركز معاه، لان كل طالب عن طالب بيختلف. بالزبط. وعايز رقاب على المدرسين طبعاً، او على الاقل يبقى عندنا المدرس المدرب، ما هو لازم يكون عنده شيء يعطيه، وفقد الشيء اللي يعطيه فلازم هو يكون عنده اساسا ومتاسس ومدرب كويس.
بالظبط. وان احنا نراعي ضميرنا مش بس في التدريس، في كله. اتفضلي. يعني مثلا انا مش عايزه ادي عند مدرسه الفطر، مش عاجباني ولا البنت مرتاحه لها، تجبرها بقى لازم ان انا اخد عندك اخد درس عندك ان مش تنجحي، لان مش هتنجحي والدرجات تبقى وحشه جدا. ايوه. وتبتدي تتقللها في الدرجات وفي السلوك وفي، طب ده كل ده انا ايه الحاله؟ يعني لو ما كانش ضميري هو رقيبي يبقى رقابه بقى خارجيه. بالظبط. احنا يعني سعدنا بيكم ان احنا تقربنا من اسره مصريه فعلا بكل احلامها وافكارها وارائها في مختلف المواضيع. الام المصريه اللي كل وقتها وجهدها لولادها ولبيتها ولزوجها، واحلامها بقت هي احلام زوجها وهي احلام ولادها. فقد ايه احنا بنشكرك بالنيابه عن الولاد، وبالنيابه عن يعني حضرتك مثال لكتير جدا من الامهات، وحضرتك لكتير جدا من الاباء. بنشكر خالد وفريده، وان شاء الله تحققوا كل اللي انتم بتتمنوه. بشكر مشاهدينا على متابعتهم لينا، والى اللقاء ان شاء الله قريبا مع اسره جديده وبيت العيله.